حول هذه الاعتقالات ينضم إلينا من تونس مراسلنا سيف الدين العامري. سيف، اعتقالات كبيرة في أوساط حزب النهضة، موضوع التآمر على الدولة والقوات الأمنية وما شابه يبدو أنه يتوسع، ما آفاقه، ما حجمه، كيف يتناوله المجتمع التونسي؟ نعم ماجد، فقط ربما التوضيح الصادق، شورو أعلنت النهضة بعد أن أعلنت بداية اعتقاله، إلا أنها أعلنت في وقت لاحق أن منزله فقط كان محاصرا ولم يتم اعتقاله، وإنما وقع توقيف حبيب اللوز القيادي المعروف في حركة النهضة. طبعا كما تفضلت، صحيح هناك حملة للإيقافات في صفوف حركة النهضة. لا ننسى أن علي العريض الوزير الداخلية الأسبق في السجن الآن ببطاقة إيداع من قاضي التحقيق. أيضا نور الدين البحيري الذي كان وزيرا للعدل صلب حركة النهضة طبعا الآن في أحد السجون القريبة من العاصمة تونس. لا ننسى أيضا القيادي الأسبق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاسي، والذي يعني تشمله تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، أيضا هو الآن في حالة إيقاف بأحد السجون القريبة من العاصمة. طبعا الموضوع ربما قد يكون لحبيب اللوز تهمة أخرى إلى حد هذه اللحظة. المصادر شحيحة في هذا الموضوع، والمصادر الأمنية وحتى القضائية تتكتم بشكل كبير عن هذا الموضوع، ولكن إلى حد الآن حبيب اللوز له قضية مالية، ربما تبييض أموال أو فساد مالي فيما يتعلق بنشاطه السياسي. القضية تؤخذ في الشارع التونسي. هناك قسم كبير يقول إنها المحاسبة وقد بدأت المحاسبة، لأن قسما آخر لا يزال يشكك في هذه الخطوة، بل إن تشكيكه في اتجاه أن يكون هناك تهم واضحة صادرة عن القضاء التونسي وأن تتم المحاسبة بشكل شفاف أكثر وأكثر وضوح بالنسبة للرأي العام التونسي. ماجد من تونس مراسلنا سيف الدين العامري، شكرا لك سيف.